إحدى البنات تقول: أنا فتاة خريجة جامعة، جرفني بعض التيارات اليسارية وتزوجت زميلا لي في نفس التيار، ولكنني والحمد لله أصلي وأصوم وكل الفرائض تؤدى على أكمل وجه، لكن زوجي لا يفعل ذلك، وعندما سألته قال لي إنه ملحد، ولما واجهته أمام الزملاء أنكر ذلك، فماذا أفعل؟ من المعروف أن البينة على من ادعى وأن اليمين على من أنكر، فعليك أن تثبتي أنه ملحد إما بتسجيل إقراره أو بشهادة الشهود، ثم يجب رفع الأمر إلى القضاء للحكم في الموضوع. ولو فرض أنه أنكر أمام الشهود أنه ملحد دون أن يكون هناك إثبات بإلحاده، فعليه أن يثبت على ذلك ويكتفى بحلف اليمين على أنه مؤمن غير ملحد، مع التنبيه على مراقبة سلوكه في أقواله وأفعاله، فإن صدر منه ما يخالف أمرا مجمعا عليه من الدين معتقدا أنه ليس من الدين فهو مرتد، والواجب أن يستتاب بمعرفة المختصين، فإن تاب وإلا قتل بعد رفع الأمر إلى المسؤولين. والله أعلم.